مستمعينا الأعزاء، متابعي اليوم السابع في كل مكان، نحييكم من جنوب سيناء ومعكم محمد ياسين لليوم السابع. كما تشاهدون الآن هذه هي جبال جنوب سيناء، جبال الجنوب سيناء بهامتها بمشاهدها البديعة ننقلها لكم في هذا البث المباشر من جنوب سيناء. إذن متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان، ننقل لكم هذه المشاهد لجمال جنوب سيناء بجبالها، بتحديدا من منطقة طور سيناء وعلى الطريق الدولي الذي يربط مدينة شرم الشيخ بمدينة طور سيناء وباقي مدن المحافظة الطريق الجبلي. هذه هي مناطق جنوب سيناء بجمالها، كما نشاهد الجبال بهامتها المرتفعة. إذن متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان، هذه هي جنوب سيناء وهذه مشاهد حصرية وبث مباشر من جنوب سيناء، ننقل من خلال مشاهد لجمال الجبال التي تعتبر معالم رئيسية في جنوب سيناء. هنا هذه الجبال عبارة عن سلاسل متباينة الارتفاعات وأيضا الألوان، وتحظى هذه الجبال بأهمية لدى ساكنيها وأيضا لدى كل زائري محافظة جنوب سيناء، حيث متعة مشاهدتها ومتعة تسلقها أيضا.